لأن المغرب عنده نسبة مشاركة الشباب أكثر من إيطاليا، ونسبة اللي نقدروا نقارنوها مع النسبة ديال السنيور ولا ديال الجونس. منين جاي المشكل؟ المشكل أن في المغرب علاش هذه المنهجية الدولية اللي كنطبقوها المغرب كنلقاو هذا الإشكال. ولا هو أنا عندي جوج تفسيرات. التفسير الأول هو التقل ديال الاقتصاد غير المهيكل، وكنشوفوا هنا المعطيات ديال البنك الدولي كتقول بأن إذا قارنا نفسنا غير مع تونس كتلقى أن 50% ديال الفرص ديال الخبر الشغيلة في تونس خدامين في القطاع غير المهيكل، ما عندوش عقد ديال الشغل، وهذه النسبة في المغرب 80%. إذا منين جاية 30% ديال الفرق اللي عندنا مع تونس؟ أنا كنظن بأنها كتشارك في هذا الهوة اللي كاينة ما بين الإحصائيات الرسمية والواقع المعاش أرض الميدان. التفسير الثاني هو الإشكال ديال المشاركة ديال النساء في سوق الشغل. كنشوفوا هنايا أن المشاركة غادا وكتقلص. هذا فيه مشكل كبير بغيت نركز عليه. اليوم في المغرب اللي كنشوف المعطيات ديال البكالوريا، النقاط اللي كيجيبوا المعدلات اللي كيجيبوا الناس في البكالوريا، كتوقع النساء كيجيبوا 6 نقاط اكثر من الرجال، وكيجيبوا نتائج احسن في الفاكولتي وفي اليونيفرسيتي والجامعه. اذا هذا شبه انتحار اقتصادي. اذا كنا كنمنعوا النساء من الولوج الى سوق الشغل وهما اللي عندهم احسن تكوين واحسن الكفاءات، هذا انتحار اقتصادي. دونك خصنا نبداو هاد جوج المشاكل، اولا الاقتصاد الغير مهيكل، وثانيا الولوج ديال النساء لسوق الشغل. واليوم هاد الورشه جينا نستمر عليكم، ولكن ايضا انا غنقطع عليكم جوج كنلتمس جوج ديال التوصيات. التوصيه الاولى متعلقه بالنساء. كنشوف في الاحصائيات النسبه ديال المشاركه ديال النساء في سوق الشغل غادا كتطور حتى 27 عام. ملي كتوصل للسيده 27 عام غالبا كتزوج، هذا هو السن المعدل الوطني ديال زواج النساء، وديك النسبة المشاركة في السوشيال كتقلص. علاش؟ حيت النساء كيخصهم يربيو وليداتهم ويشوفوا المنزل والى اخره. دونك التوصية الأولى اللي بغيت نشاركها معكم هي أن الدولة تكون عندها واحد السياسة طموحة باش نديروا مراكز ديال الرعاية ديال الأطفال، وماشي للتمدرس من 4 سنين لفوق. أنا كنهضر على التمدرس ولا الرعاية من 0 إلى 4 سنين. اليوم في المغرب ما عندناش هذا السيستم ديال الخشب، ما كاينش. كاينة واحد 400 ديال المراكز ديال الرعاية ديال الأطفال اللي تابعة لوزارة الشباب والرياضة، ولكن ما كاينش. خصنا نوفروا للنساء، خاصة النساء اللي قاريين عندهم مستوى عالي، نوفروا لهم هذه الخدمة ديال رعاية الأطفال باش يتمكنوا باش ويمشيو للشغل ديالهم ونشوفوا شي حل للمشكل ديال البطاله. هي الاحصائيه ديال الارشيفي كتقول بان المستقبل الاقتصادي ديال المغرب كيركز اساسا على الدخول ديال النساء لسوق الشغل، حيت النساء غادي يدخلوا ميكانيكيا غادي يدخلوا لسوق الشغل والتكوين العالي ديالهم، ويعوضوا سمحوا لي الرجال لانهم كفاءات اقل. وهذا هو التاريخ المستقبلي للاقتصاد المغربي في 30 عام الجايين، هو تاريخ كيفاش غنديروا باش هاد النساء يدخلوا للسوق. اذا هذه التوصيه الاولى. كاين واحد العام الاقتصادي سميتو ياسر التمسماني دار واحد نشر واحد الورقه ديال بابي دوشاش نشر هذا الشهر اللي كان، كيقول بان هذه الكيفيه باش الدوله المغربيه كتحصل ولا كتعبر هذه البطاله فيها مشكل، وفيها مشكل منهجي. كيقول اليوم اذا اخذنا المعطيات كيقول بان كاين مليون وشي حاجه ديال العاطلين عن الشغل، ولكن اذا زدنا عليهم الناس اللي خدامين بلا كونترا بلا عقد شغل، واذا زدنا الناس اللي خدامين وما عندهمش لا ريميراسيون ما كيتخلصوش على الخدمه اللي كيديروا،
إذا ماشي مليون ديال العاطلين على الشغل ديالنا في المغرب، راه عندنا غتكون 12 ولا 13 مليون ديال الناس. دونك هنا منين جاية الهوة ما بين الخطاب الرسمي والإحصائية الرسمية والإحساس الشعبي أو لاغيالتي اللي كيعيشوها الناس في أرض الواقع. دونك هذه هي التوصية الثانية اللي بغيت نلتمسها نشابوها ونهضرو في هادشي باش نزيدوها في التوصيات، هي أننا نعاودو النظر في الكيفية باش كنحسيو هاد الإطار، ماشي نتخلاو على المنهجية الدولية المتعارف عندها إلى آخره، لا، ولكن نزيدو شي معطيات أخرى اللي تمكننا باش، حيت ما يمكنش الحاجة اللي ما كيمكنش تعبر